احنا معانا هاتفيا استاذ مصطفى يحيى، وهو مقدم برنامج الدوكش على تلفزيون اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا سارة، تحياتي لكل متابعيك. ايه اللي انت متوقعه للنهارده، وخاصة انه ممكن يبقى الناس قلقانة من المباراة اللي فاتت؟ والله ترى خليني اقول لك ان طبيعي حاله القلق اللي عند الناس ديت، لان طبعا احنا بنلعب في كوره كبيره، الناس كلها عندها امل كبير ان المنتخب الوطني يقدر ان شاء الله بالعناصر الجايين الكبيره مع المنتخب الوطني يقدر ان شاء الله نرجع في البطوله التامنه، خصوصا ان احنا البطوله اللي فاتت يعني خسرنا في او خسرناها بضربات الجزاء قدام السنغال، قدمنا مباريات ولا اروع، قدرنا نحقق نتائج جيده واداء كبير جدا. نتمنى ان شاء الله المنتخب يحقق طموحات الشعب. طبيعي ان يكون الجمهور خايف لان ثقته كانت كبيره جدا في المنتخب، خصوصا ان احنا كنا باصين على مباراه موزمبيق اللي هي مباراه سهله كده وبدايه سهله للمنتخب الوطني، لكن البدايات كانت غير متوقعه لمعظم الفرق ومعظم المنتخبات العربيه اللي ما قدرتش تطلع بنتائج جيده في المباراه او في المجموعه الاولى في كل المنتخبات عدا المغرب طبعا اللي حقق انتصار كبير بنتيجه 3-0، لكن احنا طبعا كل ثقتنا في لعيبه المنتخب الوطني. انا بامل زي ما انت قلت كده في المقابله اللي ما يكونش فيه يعني سوري في اللفظ تاليف في الخطه الى حد ما يعني بنحب كتير او بتتوقعه ولا بتتمناه؟ بصراحه انا بتمنى اللي ما يكونش فيه لعب في الخطه ويكون في يعني الرتوش ما تكونش كتير في تشكيل المنتخب. بص ترى انا واحد من الناس ممكن اكون شايف اللي كان من الافضل بشكل كبير ان يكون خصوصا في خط ظهر المنتخب، عشان احنا يعني اسباب الاخطاء واسباب الهدفين اللي جم فينا من خط ظهر المنتخب بشكل كبير، كنت شايف ان الافضل وان الاولويه يكون البدايه ما بين عبد المنعم وما بين ياسر ابراهيم، لكن اختيارات مستر فيتوريا من الاول كانت واضحه ان هو مش عايز يعتمد على ياسر ابراهيم. هل عندك طب يعني لو عندك اي كواليس عن التشكيل ممكن تقول لنا؟ والله ترى هو المتوقع يعني الريتوش اللي هتكون خفيفه جدا في التشكيل، يعني التغييرات هيكون على حد علمي يعني او على حد التوقعات هتكون بسيطه جدا، هتكون وجهه نظري، هتكون التشكيل هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه فتوح وعبد المنعم وحجازي وعمر كمال هيكون داخل مكان يعني محمد حمدي، يعني ده التغيير هيكون ان هو عمر كمال، خط الوسط هيكون مروان عطيه وحمدي فتحي واحمد سيد زيزو، برده ده توقعات ان مروان عطيه يكون بديل للنني عن المباراه اللي فاتت، وهيكون الخط الامامي هيكون ومحمد زي ما قلنا برده تريزيجيه هيكون هو مكان زيزو. ده التوقعات اللي انا شايف ان ممكن مستر فيتوريا يعملها في تشكيل المنتخب النهارده قدام غانا، خصوصا ان الراجل نازل عايز يضغط من اللحظات في الاول، عايز يحقق يعني انتصار ويريح لعيبته كده من اللحظات الاولى من المباراه، وده طبعا اللي احنا بنأمله وبنتمناه، خصوصا طبعا الضغط الشعبي والغضب والحزن الكبير اللي كان على الجماهير المصريه واصل للاعيبه المنتخب الوطني في المعسكر، الكل واصل له ان الجمهور زعلان جدا وان الجمهور كان عايز من اولى المباريات كده عشان ما نتحطش وندخلش في الحسبانيات بيرما اللي احنا على طول بنخاف منها، لان طبعا انت النهارده بنلعب غانا خسرانه المباراه اللي فاتت من كاب فيردي، فطبعا داخله هي كمان عايزه تكسب، اي تعادل او اي نتيجه غير المكسب النهارده قدام غانا صعب علينا جدا المباراه الجايه، لان طبعا كاب فيردي برده النهارده هتلاعب في مباراه مرتاحه بالنسبه لها، تكسب يبقى 6 بونت، احنا ما عندناش الا بونت واحد، اي تعادل او اي يعني نتيجه غير الفوز هتصعب علينا الامور جدا، لكن احنا مش عايزين نبص يعني للجزء الغامق كده في الروايه. ان شاء الله احنا املنا كبير جدا في لعيبه المنتخب الوطني، عندنا لاعبين قادرين على ان هم يكونوا يقدروا يمثلوا النهارده المنتخب ان شاء الله بشكل يليق باسم مصر ويليق باسم المنتخب الوطني اللي من اولى اللحظات كل الفرق وكل المنتخبات الكبيره في المنتخب مرشحه المنتخب المصري اللي هو يكون من اكبر المرشحين بالفوز بالبطوله، يعني ان شاء الله يكون الامال ويكون الطموحات على قدر المسؤوليه اللي احنا حاطينها على اللاعبين، وان شاء الله نقدر النهارده نخرج بنتيجه ايجابيه للاعيب المنتخب الوطني باذن الله، والمنتخب تريحنا ان شاء الله في المباريات باذن الله. نعم.
انا بشكرك مصطفى يحيى مقدم برنامج الدوكش على تلفزيون اليوم السابع، واحد من البرامج الرياضيه الموجوده والناس يعني بتحب تتابعها، واكيد هنتابع برضو النهارده مباراه زي ما قلت مشرفه تسعدنا جميعا، ويرجع المنتخب ان شاء الله بالتمنه.